بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا المؤتمر، مؤتمر الثامن والذي يأتي في سنة 2023 وبعد 50 سنة من تأسيس هذا المؤسس، هذا الاتحاد الوطني للشؤون المغرب اللي هو كان اعتبروه مؤسسة للمغاربة، مؤسسة للنضال، مؤسسة للحفاظ على مكتسبات الشغيلة. يعني أسسها المؤسسون وناضل فيها المناضلون وجاهد فيها المجاهدون وضحوا فيها يعني بأوقاتهم وبأموالهم وبأنفسهم وبكل ما يملكون من أجل الحفاظ على مكتسبات الشغيلة. اليوم هذا المؤتمر كمحطة ثامنة يأتي في إطار سياق يعني خاص، سياق اقتصادي اجتماعي، كتعرفوا كيجي من بعد مرحلة اللي عرفها العالم كله من المغرب، كورونا كانت عندها تداعيات اقتصادية سيئة على الشغيلة على الأسر. اليوم المغرب كيعرف المشكل ديال الأسعار، الغلاء ديال الأسعار، غلاء المحروقات. اليوم المغرب كيعرف عجز الحكومة المغربية على السياق، عجز الحكومة المغربية أمام هذا الغلاء وأمام الغلاء ديال الأسعار. وبالتالي حنا كمؤتمر هذه المحطة ستكون محطة لتقييم 4 سنوات الماضية بهذه السياقات اللي كنتكلموا، الاقتصادية والاجتماعية وبمعرفتها من انتخابات وبمعرفتها من كل الأمور المتعلقة بالشغيلة والمكتسبات ديال الشغيلة وما وقع كذلك من الآن الإجهاز على القدرة ديال الشغيلة ديال القدرة ديال الشرائية ديال المواطنين، وهذا المشكل ديال التضخم، مشكل ديال يعني فقدان مناصب الشغل، إغلاق الشركات، تضييق على الحرية النقدية، واحد مجموعة المظاهر والتراجعات ديال الحقوقية فيما يخص يعني العمل النقابي. بالطبع احنا الان كمؤتمر ديال الاتحاد الوطني للشغل هو استحقاق تنظيمي، عيجدد القياده ديالو، عيجدد الهياكل ديالو. وعرفنا بالمناسبه قبل من المؤتمر الوطني عرفنا تجديد جميع الهياكل الجهويه، جددنا المكاتب الاقليميه ديال الاتحاد، جددنا المكاتب الجهويه، جددنا المكاتب ديال الجامعات والنقابات. فاليوم غنتوجوا هذه المحطه النضال، المحطه التنظيميه غنتوجوها بالمؤتمر الوطني الثامن باش نجددوا هذه الهيكله اللي المركزيه ديال الاتحاد باش ننطلقوا لمواجهه تحديات المرحله المقبله. هناك تحديات، تحديات العمل النقابي، تحديات الوعي النقابي، تحديات الاجتماعيه، تنزيل الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، هذه المشاكل ديال المكتسبات ديال التقاعد وواحد الاشكالات كثيره اجتماعيه. فهذه كلها غتكون امام الاتحاد وامام المؤتمرين من اجل استشراف هذه المرحله المقبله باش القياده الجديده يعني تباشر العمل ديالها خلال الولايه السابقه من اجل تنزيل يعني التوصيات ومن اجل توزيع المقترحات ديال المؤتمرين. حنا بالنسبه لنا الاتحاد الوطني للشغل المغرب يعني حنا ما عرفناش تراجع، بالعكس بالنسبه للعدد ديال المناديب وعدد حنا يعني تجاوزنا القطاع الخاص. لا حنا عندنا تمثيليه في القطاع الخاص، عندنا فوق 6% في القطاع الخاص. المشكل ديال الحكومه هي اللي اولت. حنا منذ سنوات وحنا كنشاركوا في الحوار الاجتماعي منذ حكومه درج الطون. هذه الحكومه هذه بالمقاربه الهيمنيه والتحكميه اللي عندها، لان جات انتم كتشوفوا ثلاثه الاحزاب هي اللي سيطرت على البرلمان، سيطرت على الحكومه، سيطرت على المجالس الجهويه، سيطرت على الجامعات، المجالس الاقليميه، سيطرت على كل شيء ثلاثه الاحزاب. وملي جات ديال المقاربه الحوار الاجتماعي اختارت ثلاثه النقابات، في حين هذا يعني التاويل اللي دار ديال النصوص التنظيميه ديال 6%، حنا عندنا فوق 6% في القطاع الخاص. بالطبع كان وحتى في القطاع العام جبنا قطاعات عندنا فيها تمثيليه، عندنا قطاع ديال العدل، عندنا قطاع ديال الصحه، عندنا قطاع ديال الجامعات المحليه، عندنا امور. بالطبع كان تراجع في الصحه ولكن هادشي كله راه وقع بسبب يعني لو نقولوا كان مشكل. حنا النقابات راه حنا درنا مذكره للوزاره ديال الداخليه في الاول باش تراجع الترسانه التنظيميه الانتخابيه، كانت خروقات انتخابيه، كانت كلشي. هاد التأويل اللي مشات فيه الحكومه، اللي مشات فيه الحكومه واللي حنا الان نناقش معها، هاد كنناقشوا معها التأويل لا ديمقراطي، تأويل انتقائي. والقضيه راه الان عند المحكمه الدستوريه، حنا طارحينها، حنا ما كاينش تراجع. جبناها فوق 6% في القطاع الخاص، قريب تقريبا 75% الى جمعنا القطاع العام والقطاع الخاص. وكاينه قضيه اخرى حنا كنختلفوا معاهم في الاحتساب ديال المنتمين في القاعده. دابا ملي كيجي يديروا معك هذيك النسبه كيحسب لك لا منتمين، كيحسب القاعده، في حين الا بغينا نديروا النسب نديروا النسب ديال التمثيليه بين النقابات. هو كيجيب لك يعني اغلب المناديب هما لا منتمين، اكثر من 50% لا منتمين. حنا عندنا خلاف معاهم في التاويل وطريقه الحسابات التمثيليه، وهادشي كله راه حنا درناه
في مذكره نقابيه مش عيب وحدنا، راه درنا قبل الانتخابات درنا مذكره مع نقابات اربع نقابات وقدمناها للحكومه من اجل مراجعه يعني الترسانه التنظيميه لهذا يعني لهذه العمليه الانتخابيه، وبالتالي هذا خلاف يعني مع الحكومه مشات في التاويل ديالها. اما احنا من ناحية العملية احنا عندنا 2700 قريبا ديال المناديب، وعندنا وكيفاش وعندنا جوج ديال الممثلين في المجلس المستشارين، والحكومة مشات في التأويل لا يعني لا ديمقراطي كنعتبروه، تأويل انتقائي تأويل تحكمي، واش عبرنا عليه في البيانات ديالنا، عبرنا على كل شيء.